ومعانا واحد من نجوم الفريق اللي بنعول عليهم ان شاء الله بشكل كبير في المباراه النهائيه يعملوا الفارق مع النادي الاهلي، كابتن احمد مهيب. برحب بيك واداء اكثر من رائع في مباراه الدور قبل النهائي، ومستنيينكم ان شاء الله بقى في النهائي. اهلا معاك، وبمسي على كابتن هيثم وضيوف الكرام. الحمد لله النهارده يعني مكسب النهارده مكسب مهم، خطوه زي ما اتكلمنا قبل كده اول امبارح يعني ان هي ان شاء الله خطوه للبطوله، سواء الماتش فارق او مش فارق احنا بنجهز كلنا. يمكن النهارده الماتش ما ابتديناش كويس البدايه الاولانيه، لكن بعد كده يعني الحمد لله قدرنا نرجع بالديفنس والتغييرات. كابتن اشرف يعني كان اللي في الملعب بيعمل اكتر، يعني بيعمل اللي عليه وبعدين يتعب يغير ينزل وهكذا، فالحمد لله يعني مكسب النهارده. يعني فور انتهى المباراه جمعتكم على طول جلسه في الملعب كلاعبين، وكان معاكم كابتن طارق الغنام، كلمته في ايه وتعيطتوا عليه؟ هو زي ما كابتن طارق قال، هي احنا يعني بنلم بعض كده ان احنا نصدق ان احنا نكسب ان شاء الله. روح الفانيلا الحمراء يعني ان شاء الله بتحاول بتعوض الغيابات اللي موجوده، نعمل اللي علينا وان شاء الله يعني باذن الله نحاول نسعد جماهير الاهلي ان شاء الله ونتوج بالبطوله باذن الله. هو يوم واحد وفي ظل غيابات كتير في الفريق، وكمان المباراه النهائيه على طول بعد يوم واحد، يعني شايف هتعملوا ايه في خلال اليوم دوت؟ انا عارف ان هو مفيش فتره كبيره تستعدوا فيها، داخلين في الاجواء على طول المباراه النهائيه، يعني شايف اليوم ده هتعملوا فيه ايه؟ ده حقيقي، هو بكره يعني يعتبر مش هيلحق نريح، عشان بكره بعد بكره الماتش ان شاء الله. اعتقد ان شاء الله الصبح هيبقى راحه، وبعد كده بالليل هنتمرن تمرين خفيفه نصلح الاخطاء اللي النهارده كنا وقعنا فيها، ونجهز ان شاء الله لفريق الاتحاد، وباذن الله بقى نجهز ان شاء الله لاول ماتش. فريق الاتحاد فريق محترم، فريق كبير، منافس مش سهل خالص. بالرغم الغيابات ان شاء الله نحاول نعمل اللي علينا باذن الله ونكسب المباراه. شكرا كابتن، بالتوفيق وان شاء الله نكلل نجاح وفوز يا رب. كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا هنا من ملعب هيئه قناه السويس بالاسماعيليه عقب انتهاء المباراه، متواصلين معاك ان شاء الله، وباذن الله نكون مع بعض في تغطيتنا الخاصه والحصريه في المباراه النهائيه، وان شاء الله مجهود الفريق يكلل بالفوز ان شاء الله، والنادي الاهلي دائما رقم واحد في كره السله في كل الرياضات في مصر. كلمه ليك كابتن هيثم. الزميل محمد توفيق ولقاء